طوابير وساعات من الانتظار، مشهد يتكرر من دائرة إلى أخرى في مدينة الموصل. وهذا المشهد من دائرة فرع التموين في نينوى، حيث يجتمع المئات من المواطنين لإضافة الأفراد إلى بطاقتهم التموينية التي ضاع غالبية مفرداتها ولم يبقى منها إلا القليل، لكن البسطاء يتمسكون بكل شيء من أجل العيش. اليوم الثالث تم استئناف العمل بإضافة الأطفال، يعني استقبال مراجعين اليوم الثالث. هذا الازدحام خلال العزيز، لأنه صار تقريبا أكثر من سنة متوقف العمل بإضافة الأفراد، فتدري الأسبوع الأول يكون زخم ويكون ازدحام، أما يعني نهاية الدوام ما يبقى أي مراجع إن شاء الله. قالت إدارة الدائرة أن الزخم طبيعي لأن إضافة الأفراد كانت مغلقة لفترة طويلة، بينما يقول الناس أنهم يعانون مما يجري ويطالبون بأن يتكفل الوكلاء بتقديم أوراق الأفراد الجدد حتى تنتهي هذه الأزمة. أكو مشكلة لهذا الحل، يسووه كل من على وكيله خلصوا من هذا الازدحام، يعني واحد يجي أحسن ما يجي آلافه، ما صحيح كل وكيل عنده فد ألف اسم، وخلصوا من هاي المشكلة. يعني واحد شخص يراجع دائرة، شخص يمثل ألف واحد، هو عنده أسماء عنده هذا. وانا هنا قلت للجماعة هناك كانوا واقفين شو اسمه المشفى، قلت لهم يابا قول للمدير اسويها على الوكلاء وما يصير هيك ازدحام، يعني اكو تعرف المريض اكو مثل الشايب يعني الفرد نبي يعني رجل كبير بالسن يعني نساء امينه على الوكلاء، الوكلاء ينطي المعامله هو الوكيل يجي يراجع هنا على المواد الغذائيه وكل شيء انتهى. ينتظر الفرد لساعات حتى يصل الى الشباك. الصوره تصف ما يحدث ولا حاجه للتعبير. نينوى بأكملها تراجع هذه الدائرة، والبعض يرجع خائب الأمل إن لم يحالفه الحظ. يعني طفل واحد 10,000 دينار، عاش نسوي بعد طالب يعني 10,000 دينار ما عنده من يجيب، يعني أنا متعامل مع الطفل نطير معقب أحسن من هالشغلات. ويقول أحد المراجعين لن يضيف إضافة الأفراد شيئا إلى مفردات البطاقة التموينية التي أصبحت في مهب الريح، لكن نضيفهم من أجل إكمال معاملات أخرى، فنحن يائسون من الأمل بمفردات البطاقة ومجبرون على الإضافة بسبب الثانية. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.